كلينيك صوت لبنان مجددا برحب فيكم جميعا اصدقائي. جراحة البدانة هو موضوع عم نرجع نتابعه وعم نرجع نسلط الضوء على المزيد منه. هلا في خبر حلوة بسياق الحلقة بخبركم اياها ايضا. ونظرا لاهمية الموضوع نظرا لازدياد المخاطر هلا يعني كمان شفنا بدراسة جديدة مش بس انه نمط الحياة الاولاد المعاصرين عم بخليهم ياخدوا وزن كتير اضافي, هالشي عم بيعرضهم كمان لمشاكل بالعظام وبالمفاصل, وبيقولوا انه اذا كفوا هيك مع اوزان زائدة وعدم حركة يعني هيدا الجيل بده يضطر يغير بعض مفاصله بعمر 50 اذا مش قبل. لكن لما بنوقف قدام جراحة البدانة دايما السؤال هو بذاته بنرجع نطرحه إياها أحسن عملية. هل هناك فعلا أحسن عملية؟ لمين العملية؟ كيف بيتم الاختيار؟ وكيف فينا نحافظ على النتيجة لمدى طويل؟ اللي بيسعدني كتير رحب فيك دكتور ناجي صفا الاختصاصي بجراحة البدانة, الأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا ومؤلف الكتب الطبية على هالصعيد. والخبر الحلو أنه هلا أول طبعا أنا بين إيدي بعد ما نزل على الأسواق رحلتك للتخلص من البدانة للدكتور ناجي صفا. الكتاب هلا صارت أول طبعات باللغة العربية, هون الأهمية أنه يكون بمتناولنا جميعا, ولح يكون عنا كتير إشياء نحكيها عنه. بس بدي شير بالبداية أنه هاللقاء كمان فيكم تابعوه مباشرة بالصوت والصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. بونجور دكتور صفا, صباح الخير. مبروك, حلو سميرة. حلو الكتاب باللغة العربية كتير بنفس النمط معتمد يعني مثل اللغة الإنجليزية تقريبا مبوب بشكل كتير واضح. أكيد يعني هو بالمبدأ الترجمة تبع الكتاب الإنجليزي أوكي, دونك اعتمدنا تماما نفس الأسلوب السهل والهين اللي هو منتجه فيه للأشخاص اللي ما عندها سقيفة طبية يعني للأشخاص اللي من غير باكجراوند طبي. نعم. اللغة تبعيته هينة وبتنفهم من الجميع بالمبدأ, وفيه كل التفاصيل اللازمة اللي بتوضح أول شيء عن موضوع البدانة, عن موضوع الوزن الزائد. نعم. عن مشاكل البدانة وشو ردة الفعل تبعها على الجسم, وحتى كمان منفوت أكتر بالتفاصيل ببعض الأمراض مثل الضغط السكري كل شيء يعني مرتبطة بالبدانة. نعم. مرتبطة مباشرة بالبدانة. وكمان منحكي عن جميع الحلول اللي منقدر اليوم بال2019 اللي متوفرة عنا اليوم تحت لي نعالج هالمشاكل هيدي وخصة مشكلة البدانة. يعني داخل بكتير شابيترات كتير. أكيد. هلا بعدين بنرجع بنحكي عنه بالتفصيل. يعني هو بس إذا بدك نعم. مثل ملخص عن مشكلة البدانة بحد نفسها أو الوزن الزائد بحد نفسه, وفيه حقيقة يعني قد ما فيني جربت أشمل كل التفاصيل اللازمة بس بشكل هين وسريع مثل مختصر. وبنفس الوقت تناولت عن كل أنواع العلاجات اللي اليوم بينحكى عنها. نعم. أوكي. حتى المنيحة وحتى الفاشلة المنة منيحة ما بقى نعملها يعني كل شيء كل الحلول الممكنة والمطروحة والمعتمدة. وأكيد دوينا على الحلول اللي هي طبعا عم بتكون للمستقبل متجهين فيها بشكل أكتر. نعم. أنت زدت دراسات علي على النسخة لأنه في شيء جديد أكيد. نعم. زدنا بعض الأسس اللي بتعرفي من 2015 لل 2019 تغير شوية أسس ما كتير, نزل شوية أسس زيادة وأكيد حطيتها بالنسخة العربية, زدناها على النسخة العربية. وبالمبدأ حطينا شوية من إذا بديك المواضيع اللي عم تنطرح للمستقبل اللي بعد بوتوكس للمعدة ما كتير فت بتفاصيلهم لأنه بصراحة مش كل البروسيجرز إذا بدك عندها محل حاليا بالدراسات أو بالكتب الطبية. بس حكينا شوى كمان شو عنا أمل للمستقبل من ناحية العلاج. نعم. كتير في يعني تفاصيل وحتى ما بعد الجراحة البدانة وكل لفتني هون أنه في دراسات قديش بيتحسن متوسط العمر عند الإنسان قديش بطول عمره من خلال جراحة البدانة, وفي جراحات بتعطي أكتر أو لأنه هني بهالوزن
وعايزوا هالجراحة أخذوا لا نتيجة أفضل. هن بالمبدا هالمقتطفاتها ومأخوذين من اذا بدك الجامعيه دراسات الامريكيه، من الجامعيه الامريكيه ماجيل كندا مثلا مزبوط، يعني كل بإيطاليا الدراسات اللي دخلت بالجامعيه يوتا. الامريكيه اللي اصدرتها الجامعيه الامريكيه للبدانه. بالمبدا الدراسة هيدي بتحكي عامة عن جميع العمليات مخلوطين سوا، بس ما يصير عنا نزول بالوزن. أوكي، شو الفرق بين شخص لما ما بتنجح نزل وزنه العملية نعم ايه وبين شخص نزل وزنه؟ قديش هالشخص اللي نزل وزنه اكيد حسب الجمعية الامريكية الدراسات اللي انعملت على لفات العالم نعم قديش بيربحوا سنين بالعمر. خليني أذكر الأصدقاء المستمعين يلي بحبوا يطرحوا أي سؤال على دكتور صفا، وبدي أتمنى أنه ما تتأخروا أبدا. الأرقام التليفون 01-325-5555. إذا كنتوا عم تتصلوا من خلال سيلولار 76-611-003 أو 005، بالنسبة للرسائل المكتوبة 76-611-001. بلال دبيبو من باريس مزبوط قال انه القضاء على البدانه من خلال الاعشاب مفكرينا خواريف، يعني انه هيدي مش حلول بالنهايه. مزبوط بتعرفي بلال، كل شيء في كتير حلول بتنعرض اليوم بالصحف او بتنعرض بس اذا بدك تجاريه ايه كلها بتنعرض كمان بالتجاره. اليوم نحن بدنا نرتكز بس على الاسس اللي معترف فيها طبيا، يعني اللي عليها دراسات طبيه دراسات واللي عندها جدية. باك جراوند طبي. نعم دكتور صفا، كمان في سؤال، خلينا ناخذ الاتصال قبل. الو الو نعم بونجور مدام، اهلا. سؤالي دكتور صفا، انا بنتي عمرها 12 سنه ونص، نعم بدي اعرف اذا الدي ام اي بيمشي على الادوليسان ام لا، واذا بيمشي اوكي ساعتها انا بعملها، بس اذا ما بيمشي تقلى 55 كيلو وطولها 1.50 من كتير اوباز وبمنا اوباز شوي اخذ زياده، لانه ادوليسان كلهم بيقولوا لنا رخ ورخ ورخ وما بيعرف هي بتجرب بتشيلهم، بدي اشوف اذا هل بنرخي بالاكل، هي ما بتاكل شيء فاست فود بس تاكل كثير الاكل قبل الاكل، بس بدي اعرف شو لازم نعمل. هذه ما بدها باختصارك دكتور، ماشي. نعم بالمبدا خليك معنا. الطول والوزن تبعها عندها شويه وزن زياده، اوكي، يعني تعتبر انه على الحافه العاليه او اكثر شويه، ما عندها وزن كثير ما بس بنحكي صغيرة ببدانه، بعد. مزبوط ما بنحكي ببدانه بس بنحكي بوزن زائد. هاب اول شيء من ناحيه الوزن. هلا من ناحيه المؤشر كتله الدهون عندها بنقدر نطبقه، ليش؟ لانه الطول تبعها صار طويل، يعني متر و50 بالنسبه ل فوق المتر و50 صار بصير فينا نوعا ما نعم. نعتمده، وفينا كمان نعتمد على التيبلز اللي هن اذا موجودين لهالعمر هيدا، يعني فيه يفوت على الانترنت بيقدر يلاقي بكل سهوله الوزن او يعني التيبل تبع الاوزان لهالعمر هيدا حسب الطول. نعم. كمان شبيهه كتير بمؤشر كتله الدهون، رح تطلع النتيجه كتير قريبه وحده عن التانية. هلا بالمطلق لا اكيد نحن دائما بنشجع ومنشد انه بهالعمر هيدا من مفضل مش عمليه مفضل ما يكون في ابدا وزن زائد، يعني لازم بالعكس يشدوا شوي عليها تينزلوا الوزن لانه المشكله ايه، بس بتكبر. بهالعمر ما بنروح على العمليه بعد، لا بهالوزن مش ابدا ما عم نجي صوب العمليه، عم بحكي بس هو عم يسال كان عن انه لازم يغير شيء بحياتها، لازم ضروري يغيروا كتير قصص بحياتها للبنت، لانه مثل ما شايفين نحن من عمر 12 سنه اوريدي عندها وزن زائد، دونك اكيد متجهين صوب شيء للمستقبل منه منيح، لازم تبلش من هلا يعملوا طريقه يسيطروا على نوعيه اكله على كميه اكله رياضة كمان. واكيد على الرياضه ويجربوا قد ما فيهم ينزلوا الوزن، لانه مشكله البدانه هي ما بتروح مع العمر بتزيد. مزبوط بتزيد. مش نقول انه هي بعدها صغيره، لا لانه بعدها صغيره المشكله كبيره، لانه لا. بتكبر معها ما بتروح. كمان في سؤال، لما بيكون عندنا مشكله بالكبد دهون على الكبد شو الحل؟ هلا سؤال يعني ايه، تفضل. اكيد هذا عاده الدهون عن عند على الكبد بتيجي اكثر شيء من الوزن الزائد او كمان من نوعيه اكلنا اللي هي منا منيحه. دونك بكون معظم الاشخاص اللي عندهم وزن زائد نعم. بكون في عندهم دهون بالكبد اللي بنسميها الاستياتوزس، يعني بيقولوا شحم على الكبد مظبوط، بكون مكدس دهن بنسيج الكبد. هلا
أول علاج لهيدا الشيء هو تزبيط أكلنا، يعني نظام الغذائي تبعنا. لازم نمشي على نظام غذائي يكون مناسب للكبد تبعنا حتى ينضف الكبد، يعني نخفف قد ما فينا. مثلا مثل شو؟ نخفف قد ما فينا من السكاكر، نخفف قد ما فينا من كل شيء فيه دهون اكسترا. دونك نمشي على هيلث دايت، يعني على نظام غذائي صحي. دونك ها أول شغلة. وأكيد منجرب بنفس الوقت ننزل وزننا شوي، ها كتير بتريح الكبد وبتصغر حجمه. لأنه بيرجع بيصغر حجم الكبد. أكيد دايما بيرجع بيصغر حجم الكبد إذا نزلنا الوزن وإذا زبطنا النظام الغذائي تبعنا. قدي بده تقريبا وقت؟ ابتداء من 3-4 أسابيع بيصغر. إذا كنا كتير قاسيين بالنظام الغذائي بيقدر ينزل بحدود 25-30% من حجمه بشهر. بس ها عند الناس اللي عندهم تضخم. بس الأشخاص اللي عندهم بس دهون على الكبد بتاخد تقريبا 3-4 أشهر بينضف الكبد وكمان بكون صغير حجمه. دكتور صفا، يعني للأشخاص يلي عندهم سكري هن الأكثر شيء بيناسبهم جراحة البدانة، ولكن هيدا ما بيمنع انه في اشخاص كمان اكتار كلهم بيعملهم بالنهاية نقطة تحول جذرية بحياتهم. نحنا لما بدنا نعمل جراحة بدانة لازم نشوف حدا عنده مثل وضعنا او لا نترك القرار للطبيب؟ لا، الاثنين بيساعدوا. هلا بتعرفي كتير مهم انه الشخص اللي بده يتجه صوب العمليات يتعرف على اشخاص اوريدي عاملين العمليه ذاتها قبل. ليه؟ لانه بيقدر ياخذ من خبرتهم، بيقدر يستفيد كتير من شو عملوهم بعد العمليه كنظام، بيقدر يرتاح نفسيا اكثر. دونك بتحضروا بشكل احسن بكتير. بتعرفي بكندا كنا نجمع الأشخاص اللي رح يعملوا العملية مع الناس اللي عملوها. كنا نعمل تعملوا لقاءات دائما كل جمعة يكون فيه، لأنه بتساعد. لازم يعرفوا شو ناطرون؟ مش لازم يعرفوا، لأنه ديجا بتوفر كتير من الأسئلة اللي بيسألونا إياها لنا. دونك بيقدروا يجاوبوا على الأسئلة من الأشخاص اللي أوريدي عملوا العملية. بيقدروا ياخدوا الخبرة تبعيتهم قدامهم، بيشوفوا تاني شي بتطمنهم كتير، بتريحهم كتير نفسيا إنه يشوفوا الأشخاص اللي بعدهم عاملينها أو اللي عملوها من فترة. دونك كل جمعة كنا نعمل بيتشجعوا 100%. كل جمعة كنا نعمل إذا بدك مثل هيك لقاء يكون فيه العالم القبل والبعد. هيك الشغلة بتفيد. وحتى بلبنان أنا ما عم بعمل هاللقاء هيدا، بس عامة اللي بيطلب بجرب أعطيه أشخاص عاملينا عندي حتى يتعرف عليهم وياخد خبرتهم. في بعض الأشخاص نحن بنسأل إذا عندهم مشكلة أو لا. في ناس ما بحبوا يقولوا، في ناس ما عندهم مشكلة بيقولوا بالعكس فيك تقول لحدا يحكيني. منجرب دايما نسقب بهالشي، لأنه أول شيء بحسن نفسيا كتير، بيتحسن حالة الشخص اللي بده يعمله، وبتسهل كتير لأنه في كتير قصص بكون هو مش مفكر يسألنا إياها، بياخد معلومات عنه. دونك أنا بلاقي إن هذه شغلة إيجابية كتير. بلال، هل الدهون على الكبد هل تؤدي إلى تشمع ولا لا؟ بالمطلق أكيد الدهون إذا كانت بكترة كتير كبيرة وإذا بقيت عدد سنوات، حتى لو مش سببها كحول، حتى لو ما كان سبب الاستياتوزي، بتقدر يوما ما تؤدي للسيروز. أكيد النسبة منها مرتفعة جدا. بس إذا بدك من أسباب التشمع بتقدر تكون الاستياتوزي. مصطفى بيقول أنا عم بعمل ريجيم قاسي مع اختصاصية تغذية اللي 4 أسابيع بس مش عم ينزل وزني أبدا، معقول إنه جسمي عنيد؟ شغلتين. وأما حاليا بعده بمرحلة البلوك، يعني جسمه عامل بلوك عنيد إذا بديك، وبده وقت أكتر ولازم يزيد الرياضة، بكون مش عم يعمل رياضة. وأما بكون هالنظام الغذائي فيه عم بزعبر شوي عليه أو عم بقطع فيه قصص، أو بكون منه هالنظام مناسب هلأ أو ملائم لوضع جسمه، لازم يعدلوله فيه. لازم يغيره. أبو داني بوجه لك تحية. مدام دريان، عم نسمع كتير عن كيتو دايت، هل له أثار؟ الكيتو دايت هو شيء بنزل الوزن كتير بسرعة، بس بصراحة منا الدايت اللي هي كتير صحية، منا هي الدايت الايديل اللي دغري لازم نوصفها لكل العالم. مزبوط. هلا أكيد ببعض الأحوال بيلجأوا لأشخاص تنزل الوزن كتير بسرعة، بس لازم ترجع تتغير كدايت بعد فترة ويمشى على دايت صحية أكتر. هي من موزون، من متوازن
متوازنة ما أبدا متوازنة، هي دايت قاسية بتنزل الوزن كتير بسرعة، تعتمد على بروتين أكتر شيء أكيد إذا مشينا فيها. بس المشكلة أنه من بعد ما نوقف، اعتبر مشينا فيها على شهر ووقفناها، الوزن بيعمل ريباوند، بيرجع بياخد الوزن كتير بسرعة الشخص اللي نزل كتير بسرعة كمان. مش هيك إذا بلش فيها مثلا أول جمعتين مفروض يرجع ينقل على دايت تكون منتظمة أكتر، حتى على المدى البعيد يقدر يسيطر على الوزن. بلال بدي أتمنى أنه يعني كنت عم تتصل على رقم الواتساب وطار الواتساب، بدي أتمنى ما حدا يتصل على رقم الواتساب أبدا، ما فينا نجاوب على الاتصالات، فينا نجاوب على الأسئلة سواء يعني مكتوبة، ويلي بده يسمعنا صوته يتصل على نفس الرقم ولكن بالآخر 003 أو 005 أو بقلنا بالغلط. مصطفى بيقول مش عم بعمل رياضة أبدا، هاي لازم يزيد الرياضة حتى يخلي هالوزن يبلش ينزل. نعم. مدام دريان كمان بعثت لنا صورة جلول أيضا. نعم نعم. حبوب هدول. وبتقول إنه بينفشوا بالبطن، شو وضعهم؟ لا هدول يعني ما بعرف طقحنك. طقحنك مزبوط. هي يعني خلينا نضل منتبهين على هالصعيد، في اشياء كتير مأزية. بس لنوضح الامور، ما في دواء سحري، ما في شيء بالتجاره يا ريت في سحري موجود بالسوق هيك شيء حبي ما تصدقوا، بس ما يقولوا لكم في هيدي بتعمل، ما في شيء حاليا دواء سحري بنزل الوزن، منه موجود هلا. لا، انزال الوزن بنسبه كبيره بخفض خطر الموت المفاجئ بنسبه بتقارب 90%. ايه هيدا رولاتيف، يعني عم ناخدها عند الاشخاص اللي رح يعملوا او متوقع يعملوا عندهم موت مفاجئ. دونك هي بالمطلق اكيد نزول الوزن يعني بكمية كبيرة على تدريجيا يعني اكيد مش بسرعة، بتساعد انه كمان نخفض من مشاكل القلب اللي معقول تصير معنا، من بيناتهم انه يوقف القلب بشكل مفاجئ. نانا بتسألك شو رأيك بالأدوية اللي بتقطع الشهية؟ ما هن حسب أي أنواع أدوية، في كتير، في قصص أعشاب، في أدوية مرتكزة على يعني بتسرع نمط القلب وبتعلي الضغط، وفي عندك أدوية كمان بتشتغل على الميتابوليسم بالجسم اللي هي أدوية للسكري إكسترا، في كتير أنواع. هلأ على كل الأحوال كل دواء لازم شخص يفكر ياخده، بده قبل كل شيء يستشير طبيبه، وبده يكون الطبيب تبعه موافق على هذا الدواء لأنه بيقدر يعمل الأبحاث اللازمة تيعرف إذا هذا الدواء معترف فيه طبيا أو لا، وإذا شو الأذى تبعه بيقدر ساعتها يقيس المنيح والعاطل تبع هالدواء تيعرف إذا لازم يوصفه لهالشخص أو لا. وزيادة عن هيك أي دواء بدنا ناخده قاطع شهية أو شو ما يكون تينزل الوزن، مش مفروض ناخده على فترة بتجاوز الشهر ونص شهرين ماكسيموم، هي يعني شهر بقوله أحسن، يعني أقل من شهر بكون أفضل. الرقم بيخلص 992، أنا بأكل كتير بس ما بنصح، معقول يكون في عندي مشكلة بالمعدة؟ لا بكون برك الحرق بجسمه سريع. ميرنا بتقول بليز هل السوبليمان بيعملوا كيس على الكبد؟ لا ما قالون عليه السوبليمنت بكيس الكبد. الرقم بيخلص 062، شو رأيك؟ أوكي بالكيتو دايت جاوب الدكتور، بتركز على الفات ما بتأثر؟ ما فهمت سؤاله. انه هيدا الدايت بيركز على الفات على الدهون والبروتين. هلا برجع بقول انه الكيتو دايت هي بتنزل بسرعه، منا بالانس دايت، يعني منا منتظمه انه فيها كل شيء منيح للجسم، بتنعمل لفتره كتير قصيره بتنزل الوزن شوي بسرعه، بس من بعدها لازم نرجع نلجا لدايت اكثر صحيه. ممكن نروح على عمليه عند الانسان ما جرب ولا مره يعمل دايت قبل؟ لا مش لازم، لازم يكون الشخص مجرب كذا مرة يعمل دايت لأسباب عديدة. أول سبب تنعرف إذا الشخص بيقدر يلتزم أو لا بنظام غذائي، وتاني الشغل بتعطينا مقياس قديش جسمه بينزل وزن بسرعة تنقدر نتنبأ شوي أكتر كمان شو رح تكون نتيجة العملية يعني. لا بس هو لو قادر يلتزم على المدى الطويل يا دكتور صفا ما كان بيوصل للعملية. لا مزبوط، بس على المدى الطويل شو يعني؟ مش على 3 سنين وسنتين، إذا مينيموم يكون عامل دايت على بين 4 أشهر و6 أشهر. ليش؟ لحتى ديجان أيس الإرادة تبعيته. هلأ تاني شي بأربعة أشهر أو 6 أشهر دايت إذا شخص عنده كتير وزن زيادة ما رح يقدر يشيل كل وزنه زايد، بيصير قسم كتير صغير منه. دونك لا مهم يكون عامل دايت قبل، وأصلا هيدي داخلة بالجايدلاينز يعني
بشروط تحت تالي يسمح عالميا للشخص انه ينعمل له عمليه. واللي ما عنده اراده يعني هي المشكله انه ما بده ابدا يعمل دايت او مش مجرب او رافض الفكره، ما له معنى يعمل العمليه، لانه هي العمليه بحد نفسها بدها تجبره يمشي على دايت من بعدها. نعم. رقم بيخلص 39، هل شرشر رباص بيفيد دهون الكبد ودهون كامل الجسم اذا شربنا فنجان قهوه عالريق؟ فنجان منه عالريق صراحه ما عندي ولا اي فكره بالموضوع. نعم، هو جذور هن الرباص، جذور مره. يارا بتقول بنتي عمرها 11 سنه، طولها متر و52، وزنها 54، مشكلتها انه بتاكل بسرعه. نفس الحاله تماما عن الشخص اللي جاوبنا عليه قبل، عندها شويه وزن زياده، لازم نبلش ننتبه لانه العمر صغير. نعم. سهام كيفكن منيح، شو بيعمل لفت بالكبد؟ ما بعرف اذا يمكن تليف او الدهن، قصدك الدهن بالكبد؟ هيدا هو يعني بنسميها نحن دهون الكبد. شو اللي بيسبب؟ نوعية أكلنا أكتر شيء بتسبب، والوزن الزائد اللي بيجمع بجسمنا. بس ما يتجمع دهون بجسمنا وين ما كان، رح يكون كمان مجمع دهون بكبدنا، لأنه الكبد هو جزء من جسمنا، دونك رح يصير عنا أكتر وأكتر دهون بالكبد. رنا بتقول شو رأيك بالرجيم اللي اسمه المتقاطع، يعني بيصوموا 16 ساعة بالنهار؟ لا، أي نوع رجيم بيدخل فيه صيام هو منه رجيم بينصح فيه، منه مناسب لجسم. في أذى للجهاز الهضمي؟ أكيد كتير، لأنه نحن أول شغلة، أول مبدأ مننطلق منه بموضوع الرجيم هو أنه نسرع الحرق بالجسم. كيف منخلي الحرق بالجسم يصير أسرع؟ منخلي الشخص يأكل كذا مرة بالنهار حتى جسمه يصير يحرق بكمية بطريقة منتظمة أكتر وأسرع. بس ما نكون عم نجي نعمل هالفترة الصيام الكبيرة، أول شيء عم نوقف الحرق بالجسم لأنه جسمنا ما بقى بيحرق بهالفترة، وتاني شيء كمان منخلي تعلى الهرمونات تبع الجوع عنا، اللي هي بنفس الوقت بتخلي نستوعب الأكل بكمية أكبر. ساعتها بصير إذا بدنا ناكل كمية صغيرة من بعد هالصيام أو كبيرة رح نخزن منها أكتر بكتير مما لازم نخزن عادة. سيام بتقول هيدا دواء بيساعد الكبد، ما بعرف. سمير زكريا بونجور سيلفو بلي، البسون أنتي أبتي، هل الصوم مضاد للشهية؟ ما بعرف، ما فهمت مزبوط هو شو القصد. الصيام منه علاج أو طريقة حتى ننزل وزننا أو نغير أي شيء بحياتنا بجسمنا. نعم. دكتور صفا قبل ما تابع حدا طالب ذكر برقم التليفون 01-325-555 إذا كنتوا عم تتصلوا من خلال سلولار 76-611-003 أو 005. كمان عنا على الواتساب سؤال بيقول إذا في فتق بالمعدة أي عملية هي أفضل؟ لا، كعملية بدينة، عامة حسب حجم الفتق وحسب إذا هالفتق عم بسبب رفلو أو لا، إذا عم بخلي الشخص يكون عنده استرجاع أو لا. إذا هالفتق ما عم بسبب ولا إعارض، يعني ما عم يعمل رفلو أبدا، وإذا كان الفتق صغير بنقدر نلجأ لعملية تصغير المعدة من بيناتهم السليف، قص المعدة. وإذا كان هالفتق عم بسبب مشاكل استرجاع رفلو قوي كتير، أو إذا كان كتير كبير، هون مفضل ساعتها نعمل الباي باس. نعم. أنا اتصال. ألو. ايه بونجور ست سميرة. اهلا سمير زكريا. ايه اهلا سمير حكيم. انا بعدت لكم الهيدي حتى ما اذكر اسم الدواء، هيدا دواء. نعم، من بعد كلمة سيل بوبلي دواء هيدا. هيدا اسم، هل هو هيدا ضد الشهية ولا لا، او ما عنده فكرة الحكيم؟ ما بعرف. لحظة خليني ارجع اشوف. لح اكتب له اسمه للطبيب لانه ما بين عندي انه دواء، استغربت فكرت في شي طباعة غلط. يلا شفت الاسم دكتور؟ ايه بده يعطيني العيلة من شو مكون. هذا اسمه التجاري، هيدا الاسم التجاري. يا ريت تحط لنا سمير جا بعت لنا اياه، مش ضروري تتصل الاسم الطبي، يعني بس التكوين تبعه شو تنقدر نعرف الجينيريك، يعني هو من شو. الرقم بيخلص 550، ست عمره 75 سنة، اذا كان كل شيء بتاكله بيسبب لها تتشي وغازات حتى شرب المي، شو ممكن يكون؟ معقول يكون عندها بهالعمر دائما في احتمال يكون في عنا فتاق على باب المعده. اوكي، هلا اذا ما عم يزعج لحياتها بكون ما بده علاج ابدا، بس المفضل انه تعمله انه تشوف اخصائي جهاز هضمي. هو بيقدر بلكي يعمل صوره، اوكي، صوره بسيطه وببين من شو المشكله اللي عم بتصير معها. عم تعاني انت قبل بمره وضحت لنا باي حاله
بتعملوا عملية لباب المعدة إذا في فتوى، وهي حالة ما بتعملوا عملية، ريت نرجع نشرحهم للمستمعين. عامة عملية تضييق باب المعدة وتصليح الفتق بنعمله إذا الفتق كان عم بيأثر على الحياة تبع الشخص، يعني إذا كان عم يعمل استرجاع بكمية كتير قوية كتير كبيرة وما عم نقدر نسيطر عليه بالعلاج الطبي العادي، يعني بعلاج طبي بسيط حبوب دواء مش كل يوم نكون عم ناخدها، وأكيد بالنظام الغذائي تبعنا إذا ما عم نقدر أبدا نسيطر على هذا الموضوع والفتاق هو كان عم بسبب الرفلو عنا، ساعتها بكون في عنا إذا بدك سبب حتى نلجأ لتصليح جراحي. معنا اتصال. ألو. بونجور. أهلا. معك فادي. أهلا فادي، تفضل. بس بدي أسأل دكتور سؤال. بونجور دكتور. أهلا. في بالسوق كتير أشياء بكتير ماركات بدون ما أخذ ولا ماركة، كلهم بيسمون مكملات غذائية، بيقولوا هولي مش أدوية، هولي أعشاب وأكل ما بعرف شو. هدول بيساعدوا بالإجمال، بيساعدوا بتحسين الميتابوليزم بالجسم، بيوطوا الدهون، ما بعرف شو بيعملوا. أوكي، بس أول شيء بيقولوا لك هذا مش مظبوط. شوف فادي، بس توضح لك شغلي، المتممات الغذائية هي عامة نقصد فيها طبيا كل شيء بكمل الغذائي، يعني بكون فيه مثلا فيتامينات أو نوترينس اكسترا، شيء الجسم بعوزه. أوكي، هاو ما لهم علاقة بتنقيس الوزن كليا، هاو ما لهم أدوية تينزل الوزن. هلا في كمان قصص تانية ببيعوها، بقولوا عنا كمان انه منا ادوية، مثل الفات بيرنرز، مثل بسمون ميتابوليسم بوسترز اكسترا. هؤلاء الصراحة ما عليهم دراسات طبية، لا طبية، لانه نحن بكتبنا الطبية وبدراساتنا وبالعلم اللي بنعرفه ما في عنا دواء اسمه ميتابوليسم بوستر، يعني بسرع الميتابوليسم، او دواء بيحرق الدهون. اوكي، دونك هاو منهم موجودين باللغه الطبيه، هاو اكثر قصص باراميديكال، منا مش مدروسه بشكل طبي، ما عليها دراسه الى جانب الطبي. ايه، يعني منا يعني منه معترف فيها اذا بدك بالمنظمات الطبيه العالميه، موجوده بالسوق لانه هي ما تصنفت من قبل وزارات الصحه العالميه كدواء بيقدروا يفوتوها ويبيعوها اذا بدك افونت ليبر، يعني بدون ما تكون بدها وصفه طبيه. بس ما عليها، منا مرتكزه على دراسات طبيه حتى تقدر تقول انه بتفيدك او ما بتفيدك. اهلا وسهلا فيك، كمان اتصال. الو. أنا مرحبا. أهلا وحياتك. أنا اللي بعرف طب بخصوص المدام اللي عمرها 75 سنة. نعم. بتبداش كل شيء. عملت هي بانكرياتيت من فترة، وصلني منيحة مش سنة تقريبا، وما بها شيء، وعملين لها ERM وعملين كل شيء. شو نوع الصورة اللي بتبين إذا في فتاق ولا ما في فتاق؟ بدو يعمل الصورة بالفرنساوي بسموها روبا باريتي، أو بالإنجليزي الباريوم سوالو، يعني بشربوها بكباية دواء ملون وبصور صورة بسيطة كتير. مش هيدي إيكول يعني ولا ERM؟ لا ولا ها ولا ها، صورة عادية. كيف صورة تصير؟ اوكي، ريون إكس عادية مع كباية دواء ملون. اوكي، وهيك بيقدروا ديجا هادي بشكل اولي ياخذوا فكرة اذا في مثلا رفلو، يعني استرجاع، اذا في فتاق، ببلش يبين معهم قصص. لانه هي عادة بتقوم الصبح معدتها كاتمة، كل يوم الصبح بتقوم معدتها كاتمة، يعني ما بهيك كمان من ما بعرف اذا في رفلو او شيء. هلا هي حبة الهادي اللي بياخذوها كرمال الرفلو الصغيرة هيك، ما في اذا ما في غيرها بالسوق الايراني. مزبوط مزبوط، بتساعدها كثير مرات بس تكون هيك، يعني ممكن يكون عندها يعني اذا هالحبة عم بتساعدها يعني عندها رفلو. اكيد عندها رفلو. شو علاجه هذا الرفلو هالحكي؟ الحبة اللي عم تاخذها بس، هيدي ما بي مش يعني بي بي اي او شيء. ما هذا هو بي بي اي المفروض تكون عم تاخده اذا عم بسمع. هي لا ما بتاخد، هاي حبة رني، هي هيدي انتي اكيد. عرفتها. اوكي، عم تاخد اخف من البي بي اي، بس هن هاو بيشبهوا بعضهم، يعني اذا بدك اذا هاي ما فدتها بتقوي على البي بي اي، بس ما في شيء يشفيها، يعني ما في حبة اعطيك اياها خلص راحت انحلت، بدها تضلها تاخد منهم بعمرها. اوكي، ممنونك حكيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. في كمان في اتصال في معنا. رضا باعت فويس، خلينا نسمعه. بونجور، يعطيكم العافية. أهلا. بدي بس وجه سؤال للحكيم. عندي ابني عمره 22 سنة، كان وزنه شي 107 كيلو، هلا عمل دايت وعمل رجيم يعني هو بواسطة حدا، وعم بعمل سبورت كل يوم عم بروح على النادي. هلا صار وزنه تحت ال 95 كيلو، بس على بطنه صفين هيك ترهلات بجسمه هون، بدهم عملية هون ولا بياخذ بدواء ولا شو لازم نعمله؟ صار عنده هيك ولحم زويت ترهل، نعم،
تعمل العملية ولا لا؟ أهلا رضا، أهلا. ليك أول شغلة صار نازل 10 كيلو تقريبا من 107 لل 95، 12 كيلو. تاني شيء عمره 22، بعده كتير صغير بالعمر. دونك الشيء الأكيد إنه بعد بده يكفي ينزل أكتر تحت لي ياخد النتيجة أفضل من ناحية نزول الوزن. بس تاني شغلة بكير كتير بعد تحت لي يفكر يشوف شو علاج التلهور الجلد، لأنه عامة على 22 سنة بس ما يعملوا رياضة من النوادر إنه يترهل عندهم الجلد أو يعوزوا تدخل جلد راحي لشد البطن أو لتزبيط هيئة البطن، حتى منه لحاله بشد على الرياضة. بس هلأ بهالوزن اللي هو فيه ما يفكر أصلا يعمل أي شيء، بده بعد ينزل وزنه أكثر بكتير، ينزل له بعد 10 كيلو 15 كيلو حتى. نعم. وساعتها بفكر وبقول إذا بيشوف الشكل تبعته، وساعتها إذا ما كان عجبه بتنبحث. بس على 22 سنة عامة ما منعوز نعمل شيء. نعم. سمير بعث لنا صورة هيدا الدواء وهيدا الاسم الثاني، ما بعرف إذا إيه هدول كمان نوع من مش من الأعشاب، إذا ألابازد أعشاب يعني ألابازد، بس ما عندهم دراسات طبية عليهم تنعرف إيه حتى نعرف قديش الفعالية تبعيتهم على المدى البعيد أو على المدى القصير. كمان سهام تتشوف إنه هلأ موسم، هلأ موسم لأنه قرب الصيف والبحر وكلهم بدهم حلول سحرية. بتسأل عن هيدا كمان، هذا الدواء بقولوا عنه انه بخفف الشهية، بس بدها تنتبه هذا ما فيها تاخده على فترة طويلة. كمان اي اكيد مثل هولي اللي حكينا عنه المرة، لانه قريبة. بيقدر يعمل دقة قلب سريعة، بيقدر يعمل انزعاجات اكسترا. يعني خلينا ما ناخد ولا شيء من دون ما نراجع طبيبنا على الأقل، طبيب العائلة. بشير، شو السبب انه أدوية الاكتئاب ما بتخلي الوزن ينزل؟ هي لأنه أول سبب رئيسي بتخلي الحرق بالجسم شوي يصير أبطأ. نحن بنعرف أنه معظم الأشخاص اللي عم ياخدوا أدوية الأعصاب عامة مش بس للاكتئاب بيصير عندهم، وأما زيادة بالوزن، وأما الوزن بيصير عندهم صعوبة فيه أنه ينزلوا. من السبب الرئيسي تبعه هو أنه الحرق بالجسم بيصير أبطأ بكتير. نعم، هون بتصير وبيفتح الشهية كمان، بيفتح الشهية هو، وهون في صعوبة للسيطرة. معنا اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا. إذا رتدي بدي أسأل الحكيم بالنسبة للحرقة اللي عم تصير معي، إذا أخذت له هذا الدواء اللي ياخده مثل أنتاسيد يمكن هذا أو شيء، نعم، إنه بيضر شيء هذا على الطولة ولا ما بيأثر على الجسم؟ هلا بالمبدا هول الادوية حتى لي يبلشوا يضروا بده الواحد ياخذهم على فتره كتير كتير طويله. بس بالمبدا انا اللي بنصحك فيه هو انه مش تاخده كل الوقت كل يوم بدوزات عاليه، تاخده عند الحاجه فقط. يعني اذا قطع اليوم او بكره ما كان عندك حرقه ما تاخذ منه، اذا عملت حرقه ساعتها بتاخذ منه تتخفف الحرقه عندك. اذا بتضلك ماشي بهالطريقه ما في مشكلة تاخدهم على المدى البعيد البعيد. إذا بدك تاخد منهم كل يوم بشكل منتظم، لا، مع الوقت بيقدروا يسببوا أذى على المعدة. أهلا وسهلا فيك. عنا كمان أسئلة فويس، بناخد رقم بخلاص 998 بنسمعه. بونجور، يعطيك العافية حكيم، يعطيك العافية على البرنامج. إذا حدا مثل أنا بأكل الصبح الساعة 7:30 9:30 عفوا للسبعة ونص عشية، بس أرجع أكل، هاي الشيء بضر شيء؟ مع أنه بالنهار يعني بشرب كوباية شاي أو ماي أو شيء هيك يعني. يعني هيدي الحالة دايما نحكي عنها اللي هي منا منيحة لصحتنا أبدا. مش لازم انه يقطع القد وقت خلال النهار بدون ما ناكل أبدا، أكيد. لأنه من ميلي همتك انه عم نصوم، عم نخلي جسمنا إذا بدك ما يحرق خلال النهار، وفجأة عم نيجي نحط فيه أكل على الساعة 7:30 عشية، يعني نحط بكترة مكون جوعانين كتير، وبكونوا كل الهرمونات تبع الجوع عالية كتير عنا، بشكل أنه استوعاب الأكل عشية بس ما ناكل بكون كتير عالي. دونك هاي الطريقة أول شيء فيها تزيد لنا وزننا، وفيها تنزع الحرق بجسمنا بشكل انه بصير عنا صعوبة بالمستقبل ننزل الوزن تبعنا. منا طريقة صحية، لازم الشخص يأكل بشكل منتظم بين الثلاث مرات، وأحسن يوصل للخمس مرات بالنهار، يعني قطع قصص صغيرة بين الوجبات الكبيرة. عم بيخلاني ثلاثة تاني كمان بعد فويس، خلينا نسمعه. بونجور، يعطيكم العافية. أنا طولي 1.76 تقريبا، وزن 97 كيلو، يعني عندي زيادة وزن،
بس مش هون المشكلة بدي اسأل الحكيم، انه انا اوقات مثلا من عشية بكون طلعت من شغلي هيك وتعشيت وقاعد بالبيت، بسمع صوت يعني بس هز بطني هيك بسمع صوت المي بقلب بطني وعم بعمل رفلي بالليل، في شي فحوصات معينة لازم اعملها ولا هذا طبيعي لان عندي وزن زايد؟ اهلا وسهلا فيك. انا برايي هذا طبيعي لانه عنده وزن زائد، هلا الرفلو عم يعمل رفلو بعتقد لانه كمان عم ياكل عشيه قبل ما ينام، وكمان الوزن الزائد هو بيقدر يسبب الرفلو، وبلكي هو كمان زياده عن هيك يكون عنده رفلو، يعني يكون عنده سبب للرفلو بجسمه. من ناحيه انه يسمع المي ببطنه هيدي الخرخره طبيعيه، خاصه بعد الاكل اذا كان اكل كميه كبيره وله كل النهار مش اكل. عاشق الفهود اختك عندها فت كبير بالمعده، في طبيب معروف عطاها وصفة عربية معروفة وختم الفتق بالكامل. ولا لاريت بتعطينا إياها نتعلمها. تبعتولنا إياها. لينا بتقول في اختصاصيين تغذية بيشجعوا على الصوم من 8 عشية لتاني يوم الظهر. بركي بس بالمستحسن ما يصوم الواحد، يعني إذا بدنا نتبع القصص الطبية الفترة الطويلة للصيام منا منيحة. لا. رقمي خلص 429 حبة الحماية على الريق، كانت كتير عم بتريحني بس من بعد حديثكم الجمعة الماضية بطلت اخدها، المهم هالحرقة هالكتني ومش عارف شو باكل. برجع بقول انه مش انه نوقف دواء الحرقة غلط، لا هو لازم نجرب ناخد دواء الحرقة بس ما نعمل حرقة، اذا عم نقدر نقعد يوم يومين بدون دواء الحرقة عم نريح جسمنا منه بكون كتير منيح، بس مش انه كل يوم ناخده لانه على المدى البعيد منا شغله منيحه. طيب دكتور صفا مثلا انا تنفترض تعشيت الليله بعرف حالي عشاء صحي وتعشيت عبكير وما شربت كثير سوائل، يعني بكون تاني يوم الرفلو اقل، بقدر يعني استبق انا انه تاني يوم ما اخذ الحبه على بكره، ريح واترك الحبه على بكره لليله اللي انا معزومه على العشاء انجبرت اكل فيها هيك اشياء 100%. نعم. هيك لازم ننسق نمط حياتنا بشكل انه نجرب نوفر قد ما فينا ناخذ من الحبوب. نعم. مروه بتسالك حبوب منع الحمل هل بتزيد من الوزن؟ بتقدر تزيد شوي، بتفتح شوي الشهيه وبتغير شوي بالهرمونات بالجسم. نعم. في بعض الحبوب او معظمها بتزيد شوي من الوزن. ايضا بلال حبوب التنحيف هل هي فعالة وليش تباع بالصيدليات غير حبوب قطع الشهية؟ يعني حبوب التنحيف في المواسعة أوكي، دونك ما في عنا شيء معين نحكي عنه، بس بالمطلق بده الواحد برجع بقول دايما يلجأ لرأي الطبيب تبعه قبل ما ياخد أي حب. يا ريت عاشق الفهوب تبقى بتبعت لنا الوصفة واسم الطبيب أكيد. حول هالموضوع بلكي الأسبوع اللي جاي نحن طبعا رح نتابع معك دكتور ناجي صفا، وكمان بنرجع نطل أكثر بالكتاب بيكون صار عنا أكيد. النسخة النهائية من قلهم وين فيهم يحصلوا على الكتاب، ومناخد منقرأ الكتاب سواء على الهواء إذا فينا نقول، مناخد كل الشابيترات وأبرز الأشياء الواردة فيه. بدي أشكرك كتير الاختصاصي بجراحة البدانة الأستاذ المحاضر بجامعة موريال كندا، مؤلف كتب طبية يعني خاصة للأطباء وهلأ كتاب للجمهور كمان حول البداني دكتور ناجي صفا، شكر كبير لألك. شكرا لكم. أهلا فيك بصوت لبنان. مرسي لك.